عموما هنتكلم مع الاستاذ امير مرتضى منصور على اكتر من ملف مهم جدا في هذه الاثناء. استاذ امير اهلا بيك. تحياتي للكابتن جمال وكابتن عبد الحميد نسيون. اهلا بيك كل التوفيق، بنبارك لك على ماتش الزمالك. شباب الزمالك كسب مكسب كبير جدا المقاولين العرب، في عفوا كسب الاهلي 3-0 في مباراه كانت كبيره جدا، يمكن حضاره كتير من الاعضاء ويمكن كل جماهير الزمالك استمتعت وفرحت جدا بهذا اللقاء. الحمد لله كان ماتش الفنيات فيه كانت عاليه والروح كانت فيه عاليه واللعيبه كانت مركزين، فان شاء الله نفضل بنفس المستوى. اكيد شفتك انا يمكن امير وانت بعد المباراه كنت واقف مع اللعيبه والكابتن سامي الشيشيني وكتير من مدربين القطاع، يعني برضو احكي لنا كواليس الوقفه اللي كنت واقفها مع اللعيبه مواليد 97 والقطاع الناشئ بصفه عامه. هي الفرقه دي ليها ظروف صعبه شويه، ان يمكن كابتن عبد الحميد وكابتن جمال عارفين فرقه 97 عندنا ما لهاش قوام، يعني ما عندناش فرقه، معظمهم اعراض في الانديه الاخرى. وفي لعيبه متصعده الفريق الاول، فهي تعتبر فرقه فاضيه يعني ما فيهاش مظلومه دايما، ما لهاش قوام اساسي. ف يعني كلمت مع اللعيبه اللي لعبت طبعا المباراه والجهاز الفني ان احنا بشكرهم على الروح وعلى التركيز، ان هم برضو رغم الظروف اللي عند الفرقه دي تحديدا بس هم كانوا مركزين عايزين يعملوا حاجه، رغم ان فرقه النادي الاهلي مواليد 97 هم فرقه متكامله بشكل اكتر وبيلعبوا مع بعض طول السنه وما عندهمش نفس الظروف اللي عندنا، لكن يعني في الاخر قلت لهم انتوا لازم تغيروا على التيشيرت اللي انتوا بتلعبوا بيها، مش هنتكلم في ظروف، مش هنتكلم في حاجه، وهم كانوا قد المسؤوليه يعني. نعم اكيد. هل فعلا محمود علاء وفرجاني زي ما سمعنا من البعض ان هم تبرعوا بمكافئات يعني للاعيبه الزمالك، ولا الكلام ده مش مظبوط؟ طبعا ده حصل، بس هو مش تبرع يعني، هي اسمها مكافاه. هم كانوا بيتفرجوا على الماتش، لعيبه الفريق الاول كانوا حريصين ان هم يتفرجوا على المباراه. وبعد المباراه فرجاني ومحمود علاء يعني استاذنوا ان هم يبقى في مكافاه منهم للفريق. وطبعا حاجه كويسه يعني ان هم لعيبه الفريق الاول ان هي تعمل كده، وفي نفس الوقت برضو الفرقه تحت ان هي تبقى عارفه ان الفريق الاول بيتفرج عليهم وان هو تدي روح يعني حلوه. طبعا بيكافئوهم ماديا وكده، دي حاجه طبعا أكيد يعني رمزيا احسن من ماديا يعني. اكيد طبعا طبعا مدلول رمزي اكتر. طبعا موقف رائع جدا. امير كنت عايز اسالك على ما سمعناه النهارده من بعض الاعلاميين ومن بعض القنوات فيما يتعلق ان هناك عينات ايجابيه لطارق حامد بعد مباراه جورماهيا الكيني، كيف رايت هذا الامر؟ رايت هذا الامر بلح يعني ده اصلا عبال ما العينات تلحق تروح سويسرا عارف يعني هيزال يجي شهر. بقول لك ايه، طارق حامد ده لعب كاس عالم يعني بالظبط يعني هو الموضوع برضه حلو بلع دي، الناس تخرج من تركيزها والناس نبتدي احنا نرد وهم يعني ما تفهمش بقى الخبر ده اصلا خارج منين، فيبتدي يبقى حاجه بجد وهو اصلا ملوش اي اساس من الصحه. يعني ما يستاهلش ان احنا نرد عليه اصلا، زي ما كابتن عبد الحميد قال لك طارق حامد لعيب بقاله 5 سنين في نادي الزمالك بيلعب بطولات افريقيا كونفدراليه ودوري ابطال وجاي من كاس عالم وكاس امم، فيعني ما لقوش حتى غير طارق يعني، مثلا كان ممكن يقولوها على اي حد تاني ممكن يقول لك مثلا صغير ما عندوش خبره بتاع، فيعني الموضوع ما يعني يعني مالوش يعني ما يستحقش ان احنا نرد عليه يعني. لما انت رديت رد عبقري رد جميل يعني بيتقال هنا في اوساطنا الدرجه يعني بلح. اصل هو حاجه محترمه نرد عليها بطريقه محترمه، ولكن حاجه يعني اي كلام بيتقال كده نرد عليه بنفس الاسلوب يعني. بنفس الاسلوب. ان احنا نقعد لانه واضح يا امير ان يعني خلال الفتره الاخرانيه ويمكن جمهور الزمالك كله بقى معانا دلوقتي وبقى فاهم اللعبه، واضح ان الكلام ده بيتم بشكل ممنهج، يعني يوم ورا التاني كده لازم يبقى في حاجه وانت ترد، يبقى في حاجه واحنا نرد، لازم كده ممنهجه. انت لما بترد هو ده الهدف بقى، ان هو قدر يوصلك ان انت ترد على حاجه هي مش موجوده ملهاش اساس اصلا، فانت بترد على حاجه مش موجوده. فبتبتدي تبقى الحاجه دي بجد موجوده بسبب ان انت اللي رديت. يعني الناس تعودت، الجمهور اتعود السنه دي انه يعني عارف الفرق بين الاخبار اللي بتبقى حقيقيه واخبار اللي بتبقى مضروبه. وفي حاجات ليهم حق ان احنا نرد عليها، وفي حاجات زي ما انت سالتني دلوقتي كده ما تستحقش ان احنا نرد عليها يعني.
من ضمن الحاجات برضو النهارده واحد كده ابن حلال يعني يعني شغال على الفيديوهات يعني واحد يعني من الصحفيين يعني يعني ربنا يكون في عونه وصعبان عليا والله العظيم. بيطلع فيديوهات ويعني بناء على ان هو بيحاول يعمل نسبه مشاهده يعني بيحاول ياكل عيش زي ما بيقولوا على اليوتيوب وكده يعني. فقال لك ان محمد ابراهيم في طريقه للنادي الاهلي. برضه من ضمن الاشاعات وان كهربا هيجدد مش عارف ب 13 مليون جنيه وارقامه بيحط ارقام كانه قاعد معاكم في المجلس جوه او في الغرف المغلقه. طب انت ليه بتتفرج على الحاجات دي؟ ببص بص عارف ده حد قال لي والله ده حد قال لي بص مثلا يعني بتبقى زهقان. لا ما بتفرجش اصلا مش ممكن اتفرج على حاجه زي كده بس ناس بتقول لي يعني نفس الرد الاولاني. شوف يا نفس الرد الاولاني كابتن احمد هقول لك بس المشكله الجمال ان الاستاذ امير تليفونه مفتوح طول الوقت فاللي المفروض اللي حابب يستفسر عن اي حاجه قبل ما يكتب يرجع للاستاذ امير ويتاكد الاستاذ امير ما يخبيش حاجه ده على الملعب. ما هو لو رجع للاستاذ امير مش هيكتب مش هيقول ده مش هيقول الكلام ده لو هو الكلام ده لو هو نيته كابتن حميد سليمه وهو مثلا في خبر عايز يتحرى عنه لكن هو اصلا الهدف ان هو يخبط اشاعه فالدنيا تتهز شويه او حاجه فيعني مفيش الكلام ده طبعا يا استاذ احمد. نعم وقلتها برضو قبل كده بشكل عام يعني في المطلق مش ما لهاش علاقه بلعيب معين او حاجه مفيش لعيب هيقعد في نادي الزمالك غصب عنه مفيش لعيب هيمشي من نادي الزمالك غصب عن نادي الزمالك هي علاقه مفترقه ولا مسموح ان حد يهدد ان هو يروح نادي تاني او يعمل اللي عايز يروح اي حاجه يعملها نادي الزمالك بيوقف على حد ده في المطلق. نعم يعني احنا ما بنعالجش المواضيع احنا يمكن مثلا في الازمه بتاع الكهرباء الاخيره واستاذ مرتضى عمل معاك مداخله قال لك احنا نعمل لكهرباء اي حاجه بس بمزاجنا من غير ما حد يلوي دراعنا صح يعني قالها لك بالطريقه الصريحه يمكن كهرباء لما يعني اترفع عنه الايقاف وهو يعني بعد ما كسبنا الماتش بتاع جورماهيا بترو اتلتيكو يعني انت اللعيب في الاخر مش عايز تذبحه وفي نفس الوقت انت بتوريه وتوري زمايله ان في الاخر انت مهما هتكون اضافه للنادي مش هتبقى على قد التيشيرت اللي انت لابسها في الاخر مفيش التالي ده بقاله فوق ال 100 سنه يعني ناس اجيال بتسلم اجيال في ناس كويسه وفي ناس عرقت وفي ناس برضو زمان عملت مشاكل وفي الاخر اسم الزمالك هو اللي بيتبقى وكده طبعا يعني الموضوع ده ما بنقفش فيه على حد اللعيبه كلهم محترمين واللعيبه كلهم مفيش حد الصراحه يعني عمره قال كلمة ان انا هروح نادي تاني او همشي او هدد او عمل اي حاجة لكن الحاجات دي بتبقى بتتقال في مواقع بتتقال في الصفحات لكن في الحقيقة في الاوضة المغلقة بالعكس الحاجات دي ما بتتقالش واللعيبة بتبقى عندها طلبات لو عندها طلبات منطقية بتتعمل في ساعتها لو عندها طلبات يعني ممكن تبقى مبالغ فيها شوية انا بتكلم مع اللعيبة بقول له يوم ما تبقى واخد دوري وكاس وكونفدرالية وتبقى انت محقق الهدف الشخصي ليك انت تقدر ان انت تطلب الطلبات دي في اخر السنه تقدر ان انت تتفاوض عليها بشكل احسن وبتاع صحيح. يعني حتى بنصحهم فلكن ما فيش بقى ان هو حد بيقول الارقام دي ولا حد بيقول ان انا همشي هروح فيعني برضه يشيل الحاجات دي تمام حلو قوي جميل قوي طيب يعني برضه انا بحييكم على مجهودكم فيما يخص فرجاني ساسي وان فرجاني هيلعب ماتش المقاولين مجهود يشكر ليكم يا امير انا بحب اشكر رئيس الاتحاد التونسي على التعاون وعلى يعني التفاهم الموقف في الاخر وبحب اذكر فرجاني نفسه لان يعني فرجاني نفسه هو اللي يعني ساعدنا في الموضوع ده وهو اللي جاب لنا ارقام رئيس الاتحاد وهو اللي قال لنا استاذ وديع الجريء طبعا طبعا بشكره وهو كان استاذ مرتضى النهارده كلمه وشكره بنفسه وانا شايف ان تجربه اللعيبه التوانسه في الدوري المصري دي تجربه مهمه جدا هم شبهنا بشكل كبير في يعني في الطباعه وكده وقادرين يتاقلموا معانا وعاملين فرق الصراحه في الدوري المصري طبعا قوي قوي طبعا قوي يعني بشكر رئيس الاتحاد على انجاح حتى تجربه اللعيبه المصري حتى فرجاني النهارده بعد المكالمه يعني كلمته عشان ابلغه كده فقال لي ان رئيس الاتحاد قال له ساله سؤال قال له انت مستريح في مصر ولا لا قال له مستريح قال له مستريح نادي الزمالك ولا لا قال له مستريح قال له رئيس النادي طيب كويس معاك شخصيا قال له كويس معايا جدا قال له طب خلاص انت هتلعب معاهم الماتش الجاي يعني حتى هو بيتعامل معاهم
ده اولاده يعني. نعم. عايز يعرف يطمن عليهم، عايز يعرف هم مستريحين ولا لا. فبشكره على الـ على الـ يعني على الاستثناء اللي هو عملها لنا، وده في الاخر هيصب في مصلحه المنتخب التونسي. يعني الفرجاني لعيب مهم في اي حته بيلعب فيها، وهو اعتقد انه وصل لفورمه عاليه جدا الفتره دي. ف يعني ان شاء الله نقدر ان احنا الماتش المقاولين اللي جاي نبقى ناخد الثلاث نقط ان شاء الله، ويبقى في اداء محترم، ويبقى في نفس الوقت محافظين على نفسنا من غير اصابات ومن غير اضرارات. اكيد طبعا، لان ده ماتش محلي مهم جدا، ولكن قابلين موقعه جزائريه حاميه الوطيس زي ما بيقولوا يا امير. يعني ماتش جزائري صعب جدا، مع ملعب صعب، مع جماهير متعصبه جدا لنصر حسين داي، ولا بديل امامهم غير ان هم يكسبوا في اجواء افريقيه. اعتقد ان جروس يمكن ما يعرفش عنها الكثير. اعتقد ان دوركم الفتره اللي جايه ان جروس يعلم، هو الجهاز الفني المعاون، كيف ستكون الاجواء في الجزائر خلال هذا اللقاء العصيب جدا في مباراه صعبه جدا اكيد على نادي الزمالك في ختام دوري المجموعات. بص، في الاول وفي الاخر مستر جروس مدرب عنده خبره يعني تزيد عن 35 سنه. نعم. مستر جروس لما راح الدوري السعودي ما كانش عنده خبره في اسيا ولا في الدوري السعودي، وقدر ان هو ينجح هناك. في الاخر النجاح ده بيبقى ليه معطيات، لو يعني موضوع بقى طبعا في توفيق كبير من عند ربنا، وفي مجهود كبير بيتعمل من اللعيبه، لكن في الاخر لو كل حاجه اتعملت درست واتعملت صح، اعتقد ان في الاخر هو ماتش كوره احمد، هو ماتش كوره في الاخر 90 دقيقه. برضه مستر جروس قدر يكسب بالفريق اللي معاه بيترو اتلتيكو بره ارضه. نعم. في اجواء اصعب وفي مناخ اصعب. يعني اتمنى له هو التوفيق ان هو يحط يجهز اللعيبه فنيا ونفسيا وبدنيا، وبتمنى للعيبه التوفيق. احنا هنعمل اللي علينا وهنلعب كاننا بنلعب في القاهره في وسط جمهورنا، وان شاء الله يعني يبقى الترشح من هناك من الجزائر ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. استاذ امير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكره في نادي الزمالك، شكرا جزيلا لك على هذه المداخله التليفونيه. وزي ما اتفقنا ماتش صعب جدا وماتش مهم جدا، ولكن طبعاً. يعني كلام امير كلام محترم جدا فيما يتعلق ان النادي الزمالك عليه انه يلعب المباراه في اجواء صعبه كانوا بيلعبوا في مصر بالظبط.